والآن نتحول مجددا إلى نادين، هذه المرة مع نقاش قضية اليوم. ومن لبنان نجلاء، اليوم نتحدث عن هجرة مئات الممرضين والممرضات من لبنان بسبب الظروف العامة. طبعا هذا يهدد المستشفيات بشكل عام والقطاع الصحي كذلك. تمام، معك نادين. مخاطر جديدة تهدد المستشفيات في لبنان تتمثل في هجرة مئات الممرضين والممرضات ممن تقلصت أجورهم أو فقدوا عملهم على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أشهر. هذا الواقع يأتي في ذروة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يصعب على الكادر الطبي مهمة مواجهته. تباعد اجتماعي في وداع سيبعد المسافات أكثر. في آخر لقاء لهم قبل هجرته من لبنان، اجتمع إبراهيم بزملائه الممرضين لوداعهم قبل رحيل اضطر إليه بسبب ضغوط الأزمة الاقتصادية والمعيشية. أنا حدا شخص ما كنت بحياتي أفكر إنه هاجر، ولا حاططها ضمن ضمن الأشياء اللي بدي أعملها بحياتي. بس الوضع الاقتصادي والتردد الاقتصادي اللي وصلنا له، قلة المعاشات، غلا التجار، احتكار للمواد، نهي انا عندي عائلة بدي اعيشها، ما في كمان بكره بنتي عازت تشيت اللي بدي اجيبه انا ما اقدر ادفع حقه. ليس ابراهيم حالة استثنائية، فقد سبقه المئات من زملائه ممن ضاقت بهم سبل العيش في بلد ارتفعت فيه نسبة البطالة الى 65% بحسب احصاءات. هجرة الممرضات والممرضين من لبنان، نحن لهلأ صرنا خسرانين أكثر من 600 مرضى وممرض، وهيدي منحسها خسارة كبيرة للقطاع التمريضي بلبنان، لأنه عم نخسر أصحاب الكفاءات، أصحاب الشهادات، أصحاب الخبرات. مئات الممرضين والممرضات إما هاجروا من لبنان أو دخلوا في أرقام دراسات العاطلين عن العمل، ما حمل المستشفيات وكوادرها الطبية أعباء إضافية في ذروة مواجهتها لفيروس كورونا. نحن في أحيانا في عنا ممرضين وممرضات أصيبوا بالكورونا، فصار عندك بالطاقم العامل على الأرض نقص في نتيجة المرض، كيف إذا أضفت عليه الهجرة اللي هي لبرات البلد؟ هذا الشيء صار تقل كتير كبير على اللي موجود على الأرض. ليست أزمة هجرة العاملين في مجال التمريض وحدها ما يؤرق المعنيين، فهناك 1200 ممرضة وممرض تخرجوا قبل عام من كلياتهم، خرجوا إلى سوق عمل لا أعمال فيه ولا رواتب. يقولون هنا إن هجرة الممرضين والأطباء لن تؤثر على مكافحة فيروس كورونا وحسب، بل ستنعكس كارثة على قطاع طبي كان رائدا في المنطقة العربية يوما ما، بات اليوم منهكا بفعل الأزمات المتتالية. علي رباح، العربي، بيروت. ونرحب معنا من بيروت بعبير كردي علامة، وهي نائب نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان. أهلا وسهلا بك معنا عبير. في بلد صغير كلبنان أن نتحدث عن هجرة الممرضين والممرضات بالمئات، فهذا خطير. هل لديكم أرقام مسجلة لهذه الهجرة واتجاهاتها كذلك؟ أول شيء مساء الخير. نعم، عنا أرقام. الأرقام الموجودة حاليا هلأ بالنقابة هي أكثر من 600 شخص صاروا برات لبنان للأسف، وهيدول الأشخاص هن من أصحاب الخبرات، من أصحاب الشهادات، يعني اللي معهم بي أس ماسترز وفي منهم حتى أكثر، عم يهاجروا لعدة مناطق، إن كان بالبلاد العربية مثلا مثل السعودية، مثل بلاد الخليج، مثل كندا، مثل بلجيكا، في أشخاص عم يروحوا على لندن، يعني كافة المناطق. قطاع التمريض في لبنان يضم قسمين، 49% من حملة الشهادات الجامعية و51% من حملة الشهادات التقنية، ويبدو أن الذين يهاجرون أساسا هم من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب الخبرات الطويلة في المجال، بالتالي ما هي تداعيات ذلك؟ مثل ما أي جسم بده يكون سليم لازم يكون كل الأعضاء تبعوله متماسكة.
الأشخاص اللي هن اللي عم يفلوا هن أصحاب خبرات مثل ما قلنا والشهادات العالية. حتى لو كان صار في عنا توظيف هلأ، أي شخص هلأ جديد بده يفوت على سوق العمل بده وقت لحتى يتدرب، لحتى ياخذ هالخبرات والمهارات، لحتى يقدر يكون competent مثل ما نحن بنقول، يعني ليقدر يشتغل. هيدا بهجرة هدول الأشخاص حيكون في عنا كمان خسرنا مش بس قوى عاملة، ولكن كمان خسرنا أشخاص هن ليدربوا الأشخاص الجداد اللي فاتوا على سوق العمل. هيدا نمبر 1. نمبر 2 كمان حيزيد هيدا عبء على الأشخاص اللي هلأ حاليا متواجدين على الدوامات، يعني حيصير مضطرين يشتغلوا دوامات أكثر لحتى يغطوا النقص، أو يشتغلوا أكثر من دوام، يعني يكونوا على الشغل أكثر من 42 ساعة بالأسبوع، أمرار بيوصل ل 70 ساعة أو 78 ساعة، وهذا الشيء بينهيكم أكيد. بالفعل وزارة الصحة ووزارة العمل لم تتخذ خطوات لوقف ما بات يوصف بكارثة في لبنان بحجة لا سلطة لهما على المستشفيات الخاصة، وقانون العمل لا يستعان به حاليا لأن هذه المستشفيات تتذرع بالظروف الاقتصادية الراهنة لطرد عدد كبير من الممرضين والممرضات. وبالتالي إلى أين تتجه الأمور؟ هل يشعر القطاع التمريضي أنه اليوم بدون غطاء في لبنان؟ نحن صراحة كمان سبقنا الأمور، عم نحكي نحن بالأول أول ما بلشت الأزمة عنا بلبنان، ورحنا على وزارة الصحة ووزارة العمل مثل ما قلت، طلبنا كمان نوقف العمل بالقرار 50 اللي هو فصل الأشخاص خصوصا بالقطاع التمريضي من أعمالهم لحتى نقدر نحافظ على هالقوة اللي هي نحن بدنا إياها لحتى نحارب خصوصا هلأ بوباء كورونا. مثل ما قلت كان قبل تعاونهم ولكن ما عندهم سلطة مباشرة يمكن أكيد على المستشفيات طبيعي، ولكن هلأ المستشفيات هي بوضع هلأ حست بهالإشياء وأهمية الممرضات والممرضين، ويمكن كل العالم صاروا حاسين بأهمية الممرضات والممرضين بلبنان أو بكل البلدان. هلأ يمكن جددوا التوظيف، ولكن رجع بقول حتى لو هلا زدنا التوظيف هيدا ما بيعني انه كل شخص دغري حيتوظف حيكون جاهز وقادر. ما هي المطالب الاساسيه اليوم التي ترفعها نقابه الممرضين والممرضات؟ لنوقف اكيد الهجره، لازم يكون في معاشات عادله لهدول الاشخاص، لازم يكون في محفزات ومحفزات عادله غير الاشياء اللي هي ماديه وفاينانشال، لازم يكون كمان في environment مناسب، يعني الأشياء مناسبة لحتى هالشخص يقدر يشتغل، يعني من مواد حماية شخصية، من محفزات نفسية، يعني يكون في أعداد الأشخاص اللي موجودين على الدوام تتناسب مع أعداد المرضى اللي نحن موكلة لهم، يكون في مثلا نيرس لثمان أشخاص، أمرار هلأ عم يكون في نيرس لاثناشر شخص وأمرار لأكثر من 12 شخص يلي هو كمان بيتعبوا. كمان غير المحفزات المادية والمحفزات النفسية، كمان يكون في عنا البيئة الآمنة والحاضنة، يعني في عنا مثل ما بنعرف يمكن أشخاص بيتعرضوا للفايولنس أو العنف أو الأشياء فيها تكون حتى لفظية، يعني هيدا الأشياء أكيد لازم نعمل كنترول عليها لحتى يكون هالشخص قادر يعطي من قلبه وقادر عن جد يفيد بالمحل اللي هو لازم يكون موجود فيه، مش بس في المستشفى، بالمستشفى وخارج المستشفى، لأنه التمريض موجود ونحن بحاجة له بقلب القطاع الاستشفائي طبيعي، ولكن برا لأنه نحن نشتغل على التوعية، نحن نشتغل على الديزيز بريفنشن مثل ما منقول، يعني لمنع الأشخاص أنه يوصلوا لحد أنه يقدر يفوتوا على المستشفى، يعني كتير هوم كير أو العناية بالمنزل كمان، وكمان هذا الشيء بيساعد وبيحفز الأشخاص يقعدوا يشتغلوا حتى لو كان مع الأشخاص ببيوتهم لحتى يمنعوا وصولهم على المستشفى. نعم. طب هذه هي العناوين العريضة، كيف يمكن ترجمتها؟ يعني قلت قبل قليل إنكم توجهتم إلى وزارتي العمل والصحة، استبقتم الموضوع، ولكن ما الذي يعني نتج عن هذا التقارب مع الوزارتين؟ نحن كمان هلأ نحن على طاولة، يعني مثل ما قلنا على طاولة القرار، يعني نحن موجودين باللجان اللي موجودة بلجنة الصحة اللي هي لها علاقة لنقول بلجنة الكورونا لحتى اتصل على التخطيط اللي عم يكون، يعني لما قلنا بدنا تخطيط له علاقة بمتابعة الأشخاص المصابين لنقول بالكورونا ببيوتهم، كان في توظيف لممرضات وممرضين بالهوم كير لحتى يكونوا هن مؤازرين للبلديات اللي قاموا بهذا العمل،
قلنا في 1200 شخص متخرجين ويعني خريجين وخريجات. نعم. وطلبنا من المستشفيات توظيفهم وبلش أكيد حسينا أنه صار في توظيف زيادة، ولكن المحفزات المالية برجع بقول يعني كمعاش عادل بعده منه نعم. كتير مطروح، ولا حتى المحفزات بمراكز العمل طيرت نعم. هلا. شكرا جزيلا لك من بيروت عبير كردي علامة، نائب نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان. نعود الآن إلى نجلة تستكمل معكم الظاهرة. إليك نجلة.